ممثلة لعبت دور سي جي باركر بمسلسل باي ووتش بين 92 و 97؟ أوبس. باي ووتش، شو بذكرك باي ووتش؟ برافو، 3 علامات صح. مروان عندك 14. إذا طلع شيء عربي عاني. سؤال سهل 14 وكثير أكيد رح تعرفه. شو اسمه كلبه لتنتان؟ ميلو. برافو، علامة. زياد آخر سؤال عندك 18 مأخوذ. 18؟ لا منه مأخوذ. 18 سؤال سهل. بأي بلد، أي بلد مشهورة برقصة السامبا؟ برازيل. صح، جواب صحيح. واللي بيتأهلوا للفينال هن جورج وزياد. مروان هارتك الفاز أفاز حتكون بين زياد وجورج، ومروان رح يبقى معنا. مين عم بتشجع مروان؟ ما عم بتشجع اثنيناتهم. لا بدنا حدا. ما فيني شجع حدا. ما في حدا، بس جورج كان جارك كل الحلقة. عقلي بمحل وقلبي بمحل. يا الله شو قلبك كبير. خلينا نشوف حتكون الفاز أفاز بين زياد وجورج. زياد وجورج بالفينال مطلوب منكم ترجعوا على البازر، في 90 ثانية ومجموعة من الأسئلة. اللي بيعرف الجواب بيكبس على البازر وبياخذ علامة. اللي بيوصل لأعلى سكور بنهاية هالدقيقة ونص هو اللي بيكون رابح الحلقة. بتمنى منه إنه يتفضل لعندي ليحمل التروفيه الليلة معه على البيت، أوكي؟ أوكي. ريدي؟ تفضل. توب، غير الإنجليزية، شو اللغة الثانية بكندا؟ جورج. فرنسية. صح. زياد خليك ستاند باي على البازر. أي شركة بتطور برنامج ويندوز؟ أبل. مايكروسوفت. صح، مايكروسوفت. سؤال الثالث، من هو رئيس اتحاد بلديات جبال؟ مارتينوس. صح، فادي مارتينوس. شو جنسية نجم الكرة القدم ليونيل ميسي؟ أرجنتيني. صح، أي عائلة كسروانية أفرادها هن حراس بكركة؟ خازن. صح، أي نوع فواكه بتم صناعة نبيد منه؟ نبيد العنب. صح، أي معركة شهيرة خسر نابليون؟ زياد. واترلو. صح، أي ممثل بيلعب دور أبو سليم؟ صلاح تيزاني. صح، أي جزء من البيض غني بالبروتين؟ زياد. الأبيض. صح، وين انتخبوا النواب الرئيس الشهيد رونيه معوض؟ بشتورة. مطار الإقلاعات. مطار الإقلاعات، صح. قد ايه ولاية الرئيس الفرنسي؟ هلا 5 سنين. صح، شو اسم المحقق بقصص أجاتا كريستي؟ شيرلوك هولمز. أجاتا كريستي. بوارو. صح، بوارو، احكي البوارو. لمين غنت ماريلين مونرو هابي بيرثداي مستر بريزيدنت؟ جون كينيدي. صح، 3 من روايات شكسبير بتصير بمدينة فيرونا، شو أشهرها عالميا؟ أشهر رواية لشكسبير؟ هاملت. هاملت. روميو أند جولييت. بأي دولة الأسرة الحاكمة هي آل ثاني؟ زياد. قطر. صح، شو اسم السيدة اللي ارتبط اسمها بفضيحة بيل كلينتون؟ زياد. مونيكا ليوينسكي. صح، أي عالم اكتشف إنه الخميرة بتساعد على التجزئة؟ باستور. صح، شو اسم منظمة الأمة؟ خلص الوقت، مبروك جورج، أنت الرابع. زياد هارلا فضل الفيلم تروفيه. مشاهدينا بهالأجواء الحماسية بودعكم، نتلاقى الأسبوع القادم بحلقة جديدة.